واحنا بنتكلم على دوري ابطال افريقيا وبعد الاجنده الدوليه اكيد هيبقى فيه مباريات يعني فيها ضغط كبير جدا. عايز افكر الناس ان الاجنده هتخلص 21 نوفمبر، الاهلي مقبل على ثلاث او اربع مباريات في دوري ابطال افريقيا. احنا بنتكلم الاهلي وميديام الغاني 25 نوفمبر، المباراة دي على فكره يا جماعه اتحددت بشكل رسمي خلاص الاتحاد الافريقي عشان كاس الامم في شهر يناير وفبراير، فالاتحاد الافريقي حدد بشكل رسمي مواعيد الجولات الاربعه. طيب الاهلي وميدياما 25 نوفمبر، يانج افريكانز مع الاهلي في تنزانيا يوم 2 ديسمبر، المباراه دي في تنزانيا الساعه 9 بالليل على فكره. المباراه الثالثه الاهلي وشباب بلوزداد يوم 9 ديسمبر في القاهره. المباراه الرابعه مع شباب بلوزداد في الجزائر، ولكن امتى؟ ميعادها المبدئي 19 ديسمبر. ميعادها المبدئي 19 ديسمبر، ولكن انا هنا عندي خبر مهم جدا لكل جماهير النادي الاهلي، دايما احنا بنحب نشتغل على الاخبار والمعلومه. شغلنا دايما مبني على المعلومه والخبر. طيب الاهلي هيلعب المباراه دي ولا المباراه دي هتتاجل اللي هي يوم 19 ديسمبر في الجزائر؟ خدوا الكلام ده بشكل رسمي، هو لسه ما خرجش من الاتحاد الافريقي ولسه ما تمش ارساله للاهلي او شباب بلوزداد، ولكن كالعاده احنا بنحاول نسبه ونشوف ايه اللي هيحصل بالنسبه لهذه المباراه. الاهلي رايح السعوديه يوم 11 ديسمبر. الاهلي هيسافر السعوديه يوم 11 ديسمبر عشان يستعد لاولى مبارياته يوم 15 ديسمبر. ماتش 15 ديسمبر ده هيكون مع الفائز ما بين اتحاد جده واوكلاند سيتي. يعني الاهلي هينتظر الفائز من اتحاد جده واوكلاند سيتي عشان يلعب مع الاهلي يوم 15 ديسمبر. ماتش 15 هو اللي هيحدد موقف ماتش شباب بلوزداد في الجزائر. بمعنى لو الاهلي اذا ربنا كرمنا ان شاء الله وكسبنا يوم 15 ديسمبر، سواء كسبنا اتحاد جده او كسبنا اوكلاند سيتي ايا كان، مكملين في كاس العالم لغايه النهايه لغايه يوم 22 ديسمبر، وبالتالي ماتش شباب بلوزداد في الجزائر يوم 19 ديسمبر هيتاجل. بس هيتاجل لامتى؟ هيتاجل ليوم 17 فبراير. هيتلعب يوم 17/2 بعد كاس الامم الافريقيه بخمس ايام على طول. تخلص مسابقه كاس الامم تطلع على الجزائر عندك ماتش مع شباب بلوزداد الجزائري. الميعاد ده اذا تم تاكيده بشكل رسمي خلال الفتره اللي جايه ده معناه ان ماتش الاهلي والزمالك في الدور الاول اللي مؤجل ل 15 فبراير هيتاجل تاني. تمام؟ يبقى الماتش ده هيتلعب في فبراير بعد كاس الامم في حال ان شاء الله اذا الاهلي كمل في كاس العالم لغايه نهايه البطوله يوم 22 ديسمبر. طب لا قدر الله الاهلي خسر الجوله الاولى في كاس العالم يوم 15/12 وبالتالي خرج من البطوله، ماتش بلوزداد هيتلعب 19 في ميعاده ولا هيتاجل؟ لا هيترحل، مش هيتلعب 19، هيترحل لامتى؟ يا اما يتلعب 20 او 21 ديسمبر في الجزائر. يعني الاهلي يخلص ماتش يوم 15/12 لا قدر الله يعني اذا خسر، يا اما يرجع للقاهره يا اما يطلع من السعوديه على الجزائر على طول عشان يلعب ماتش بلوزداد يوم 20 او 21 ديسمبر. بعد المباراه دي مش هترجع على القاهره، هتطلع من الجزائر على الامارات. ليه؟ عندك بطوله السوبر للانديه الابطال في الفتره من 24 ل 28 ديسمبر. عندك مباراه مع سيراميكا، كسبت هتلعب الفاينل مع الفائز ما بين فيوتشر مع بيراميدز. ده مشوار الاهلي في الفتره اللي جايه طبقا لمباريات دوري المجموعات والاعلان الرسمي للجولات الثلاثه الاولى والجوله الرابعه اللي هتتاجل يا اما لفبراير او 48 ساعه بناء على نتيجه مباراه الاهلي واتحاد جده واوكلاند سيتي يوم 15 ديسمبر. ده كان خبر مهم جدا برضو لازم اتكلم عليه.